من طبعي ظرف وحنان، فظريفة اسمي وصفاتي، أتمنى الخير لجيراني، أحترم الماضي والآتي. من طبعي ظرف وحنان، فظريفة اسمي وصفاتي، أتمنى الخير لجيراني، أحترم الماضي والآتي. في الصبح أنظف أسناني، وأنظف أيضا فرشاتي، أتوضأ بالماء وأدعو أن يقبل ربي صلواتي، ودعاء الأم يباركني أن يحفظ ربي خطواتي، ودعاء الأم يباركني أن يحفظ ربي خطواتي. من طبعي ظرف وحنان، فظريفة اسمي وصفاتي، أتمنى الخير لجيراني، أحترم الماضي والآتي. من طبعي ظرف وحنان، فظريفة اسمي وصفاتي، أتمنى الخير لجيراني، أحترم الماضي والآتي. فظريفة اسمي وصفاتي، فظريفة اسمي وصفاتي. ظريفة بنت لطيفة، تحب أسرتها وتطيع آباها وأمها، إلا في شيء واحد. تعالوا نتعرف عليه من خلال هذه الحكاية. أنا أحبك، أحبك يا أمي، ولكني أريد ألا أطيعك في شيء واحد فقط. أعرف يا ظريفة ما الذي لا تريدين أن تطيعيني فيه. هيا هيا لتستحمي. أنا لا أحب الاستحمام، فالصابون يؤلم عيني. اخرجي يا ظريفة وتعالي. أنا لا أريد أن أستحم مرة أخرى يا أمي. الماء والصابون ينظفان الجسم ويمنعان الميكروبات. أتدرين ما الذي يمكن أن يحدث لك إذا لم تستحمي؟ ستهاجمك الميكروبات وتصيبك الأمراض. ها؟ ميكروبات؟ لا فائدة يا أمي، لن أستحم. قد أمسكت بك، والآن هيا هيا إلى الحمام حتى لا أغضب منك. هيا. أمرك أمرك يا أمي. انظري انظري في المرآة. أليس شكلك جميلا بعد أن أصبحت ظريفة نظيفة؟ خرجت ظريفة إلى الحديقة وهي تفكر في كلام أمها، وجلست على أرجوحتها وأخذت تلعب حتى نامت. من أنت؟ لا لا تخاف يا ظريف، أنا صديقك مكروب.
زعيم الميكروبات. ميكروبات؟ نحن أصدقاء الإنسان، نحب أن نعيش معه، ولقد جئت وأصدقاء الميكروبات لنلعب معك. ولكن أمي أخبرتني أن الميكروبات تسبب الأمراض التي تؤذي الإنسان. لا تخافي، فنحن لن نؤذيك، ولكننا نحب أن نلعب مع الأطفال الذين لا يستحمون ونعيش على أجسامهم. تعالوا يا أصدقائي، لقد وافقت ظريفته على أن تصاحبنا. هيا يا شباب. لا أريد أن أكون صديقة للميكروبات والأمراض بعد اليوم. ظرف وحنان، فظريفة اسمي وصفاتي، أتمنى الخير لجيراني، أحترم الماضي والآتي. من طبعي ظرف وحنان، فظريفة اسمي وصفاتي، أتمنى الخير لجيراني، أحترم الماضي والآتي. في الشارع اسمي وصفاتي، أتمنى الخير لجيراني، أحترم الماضي والآخر.